السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالجميع في المحاضرة أو في اللقاء الثالث في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1436 هجرية. ويعني في هذا اللقاء سوف نواصل الحديث من حيث يعني توقفنا في الأسبوع الماضي. فإذا الأسبوع الماضي يعني أعطيت ماذا عن نبذة عن الدولة السعودية الأولى منذ قيامها يعني بصفة عامة حتى نهاية الدولة السعودية الأولى. وإن شاء الله يعني في هذه المحاضرة سوف ماذا يعني أقوم ماذا بطرح يعني أسئلة أو استكمال ماذا بطرح أسئلة يعني في حول هذه النقطة. وثم ربما إذا يعني ممكن يعني إذا كان في نهاية المحاضرة قد نتحدث عن مؤثر النشبات حول الدولة الإصلاحية أو نرجعه إلى محاضرة النساء يعني لاحقة أو لقاء لاحق. طبعا بالنسبة لي يعني أقول يعني أن يعني في الأسبوع الماضي نحن تحدثنا ماذا يعني طرحنا بعض الأسئلة عن ماذا عن الدولة السعودية الأولى. ويعني في هذه المحاضرة أيضا سوف ماذا كما قلت واصل يعني الأسئلة و طيب من الأسئلة مثل يعني التي ربما يعني سوف يعني أطرحها في هذا اللقاء. يعني إحنا قلنا أن الدولة السعودية يعني قلت أن الدولة بلغت الدولة السعودية الأولى أو يعني أوج أو أقصى قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في عهد من؟ في عهد الإمام من؟ اللي هو من الإمام؟ أنت تسألني ولا؟ أنت تسأل أو يسأل؟ نعم السعود الكبير اللي الدولة السعودية الأولى يعني اللي سقطت الدولة السعودية الأولى. طيب تفضل وش السؤال؟ قول أن الدولة السعودية الأولى أنها ماذا يعني يعني الدولة السعودية الأولى يعني كما قلت بلغت أقصى قوته السعف يعني مدى الإمام سعود بن عبد العزيز الحاكم الثالث من حكام الدولة. أنت من تسأل هذا سؤالك الحين؟ مانع مريدي ليس مؤسس الدولة السعودية الأولى، مانع مريدي هو الذي أنشأ وبنى الدرعية عام 850 هجرية وليس الذي أسس الدولة. الذي أسس الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود عام 1157 هجرية. سياسية جزء كبير من الشيخ محمد الوهاب ومذكرة ما فيها. أنا قلت لكم قلنا لكم هذا السؤال يبدو لي أنك إذا تسأل أنت أو تسألين أنت يا سمية أغلب التفريعات فيها جزء كبير عن الشيخ محمد الوهاب والمذكرة ما فيها. حنا قلنا وأكرر وسابقا قلت وقلت وذكرت لكم أنني مطالب من قبل عمادة التعليم عن بعد. أنا وشلون الدولة ما اكتفي بداية الدولة أنت الآن خلينا الآن الدولة لم يكتف فيها مكتوب بداية الدولة 1630 لكن فيها هذا خطأ. الدولة قامت 1150 الدولة 1630 في عام 1130 تولى الأمير محمد بن سعود إمارة الدرعية. يعني محمد بن سعود كأمير الدرعية يعني منذ عام 1130 كأمير لكن كحاكم وإمام للدولة 1150 الدولة لم تقم فيها. الدولة قامت في عام كم؟ 1157 هجرية 1744 ميلادي.
يعني فأقول يعني هذه بالنسبة لقيام الدولة في عام 1157 وليس 1130. 1130 هي ماذا؟ هو تولي محمد بن سعود إمارة الدرعية كغيره من الأمارات، أمارات البلدان مثلا في سواء في العيينة، في الرياض، في منفوحة، في أي هذه يعني ده. لكن كأمير، لكن أثناء إمارة محمد بن سعود للدرعية في منذ عام 1130 حتى وفاته في عام 1179 هجرية، من الذي قدم للدرعية؟ هو من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان قدوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو في عام كم؟ كما قلنا 1157 هجرية. أيضا في بقدوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما اسمع يعني سؤالك، يعني وش تقصد بسؤالك؟ يعني ما طيب هذا يعني اللي هو سؤال عن الملك عبد العزيز وقدوم من الكويت، يعني وهذا في يعني انا يعني يرجع الى عهد الملك عبد العزيز في الدوله السعوديه الثالثه. وطبعا الملك عبد العزيز يعني انا لا اريد ان اضيع الوقت في اشياء ربما اكررها. طبعا الملك عبد العزيز بعد انهاء الدوله السعوديه الاولى الثاني في عام 1309، طبعا هو كان الذي يحكم هو والده الامام عبد الرحمن فيصل، غادروا يعني غادر اللي هو عبد الرحمن فيصل بعد معركه حريمنا في عام 1209، غادر المنطقه وتوجه الى وين؟ الى شرق البلاد او في الصحراء عند العجمان المرة. ثم يعني حاول ان يعني يقيم في الكويت، ولكن طلب من حاكم الكويت في الوقت محمد بن صباح ان يقبل قدومه، ولكن محمد بن صباح رفض قدوم الملك عبد العزيز وذلك بإعازة من الدولة العثمانية. ومن ثم توجه الملك عبد العزيز بعد ذلك واسرته وعبد الرحمن الامام عبد الرحمن فيصل وابنه عبد واسرته من ضمنهم الملك عبد العزيز، توجهوا الى عده جهات من ضمنها يعني طبعا قطر، وايضا ايضا الاسره يعني او طبعا قبل ايضا معركه حريملا اللي بعد بين مليده وحريملا، يعني المخزن ايضا ارسل نساء والاطفال للبحرين، ثم ايضا يعني بعد ذلك توجه الى قطر، ومن ثم توجهوا الى الكويت في عام 1311 الى عام 1319. طبعا اثناء خروج الملك عبد العزيز من الكويت خرج معه 40 رجلا من اقاربه واتباعه. مبارك بن صباح يعني ساعد الملك عبد العزيز يعني في ذلك الوقت مر مساعدة ب 30 بندقية وحوالي 200 يعني بعض يعني النقد يعني 200 يقال 200 يعني حوالي 200 ريال وكذا. وخرجوا من الكويت يعني هؤلاء الأربعين خرجوا من أقارب الملك عبد العزيز وأيضا أعوان الملك عبد العزيز وأيضا المؤيدين للملك عبد العزيز، خرجوا من الكويت. أيضا كان مبارك بن صباح من المشجعين للملك عبد العزيز الخروج من الكويت لمحاربة عبد العزيز بن رشيد، لأن عبد العزيز بن رشيد كان يشكل ضغطا على الكويت ويعني يريد مهاجمة الكويت. يعني فخاصة بعد أن قام مبارك مصباح، يعني طبعا مبارك الملك عبد العزيز لما قدم الملك عبد العزيز لما قدم إلى الكويت أو الإمام عبد الفيصل الملك عبد العزيز لما قدموا إلى الكويت كان الحاكم هو محمد بن صباح وليس مبارك محمد. وقام مبارك بن صباح بقتل أخويه محمد وجراح لمبارك بن صباح وتولى مبارك. ومن ثم يعني كان يوسف ابراهيم هذا وهو خال لاولاد من؟ خال لاولاد مبارك خال لاولاد من؟ محمد بن صباح، اخذ يحرض على مبارك بن صباح. ومن ضمن الذين توجه له هو من؟ عبد العزيز بن رشيد الذي كان يحكم في نجد، توجه اليه ويحرض على مهاجمه الكويت. فاخذ هذا التحريض يعني او لقي هذا التحريض اذن ساغيه لدى عبد العزيز بن رشيد. واقول ان عبد العزيز بن رشيد يعني اخذ يعني قال انه كان في حفر الباطن يريد مهاجمه الكويت وفي شمال شرق الجزيره العربيه يريد يهاجم الكويت. وخرج مبارك بن صباح في يعني عام 1318 مع الملك عبد العزيز مع الملك عبد العزيز وعبد الرحمن فيصل، خرجوا لوين؟ لمحاربه بن رشيد في نجد عام 1318. ويعني ارجو ان يعني وضحت لك النقطه والصوره التي تحدث عنها، وهذا ان شاء الله سوف نتناوله في حين عندما نتحدث عن الدوله والتي طبعا الدوله السعوديه الثالثه في بعد في عهد الملك عبد العزيز او بعد يعني ما يسمى بالدوله عبد الرحمن فيصل وصلته بعد نهايه الدوله السعوديه الثانيه حتى قيام الدوله السعوديه الثالثه في عام 1316 يعني باسترداد الملك عبد العزيز للرياض في عام 1319 هجريه 1902 ميلادي.
طيب بالنسبة لي يعني نعود إلى درسنا، يعني ما أدري يعني احنا يعني ضيعنا ربما يعني، لكن هو يعني في فائدة يعني، لأنه أن هذا سوف أيضا نتحدث عنه يعني فيما بعد، ويعني لكن هو يعني سأل هذا السؤال ويعني أجبنا عليه إن شاء الله يعني، وأتمنى تكون الصورة يعني وضحت. طيب بالنسبة لي يقول تعرضت الدولة السعودية الأولى إلى حملات عثمانية عن طريق واليها على مصر للقضاء على الدولة السعودية، طبعا بقيادة من؟ بقيادة إبراهيم باشا، للقضاء على الدولة السعودية الأولى في عهد من؟ في عهد من الدولة السعودية الأولى تعرضت إلى حملات عسكرية يعني في من؟ في للقضاء على الدولة السعودية الأولى بقيادة إبراهيم باشا في عهد من؟ طيب سؤالي يعني الآن يعني عفوا السؤال أنا الآن أبارك فيكم يعني قلت أنه يعني سؤال، لقد تعرضت الدولة السعودية الأولى إلى حملات عثمانية عن طريق واليها مصر، عن طريق واليها على مصر من؟ محمد علي باشا بقيادة إبراهيم باشا للقضاء على الدولة السعودية الأولى في عهد من؟ من يجيب على السؤال هذا في عهد من؟ في عهد من؟ سؤال يعني أنا قلت يعني أنه يعني بالنسبة يعني يقول كيف نذاكر وما في مذكرة؟ قلت لكم أنه بالإمكان الطالب أو الطالبة الرجوع إلى عبير اللي تسألين عن السؤال هذا، أن يعني أن ترجعين إلى موقع العمل التعليم عن بعد، وهناك تسجيل على مدى 30 محاضرة وحلقة، يعني 30 محاضرة مسجلة فيها المادة العلمية، هذه هي اللي تستمع إليها. وقلت لكم إذا كان فيه مذكرة مفرغة ويعني تتفق هذه المذكرة المفرغة معه مسمع مسجل فهي تفي بالغرض، أيضا أقولها وأكرر ولن أكرر يعني أقول يعني بالنسبة لي يعني أن اللقاءات هذه الثمانية هي مهمة، أنا أطرح فيها أسئلة وأوضح بعض الأشياء، عندي أركز على الأشياء المهمة وأطرح فيها أسئلة، فيعني هذه مهمة لجميع الطلاب أو الطالبات ومن يدخل على هذا الموقع ومن هو مسجل هذه المادة، حتى لما يدخل يعني حثوه أنه يستمع أو يعني زودوه بمثل بما يتم طرحه إذا لا يستطيع الدخول، وفي أمن أسئلة لأنها كما قلت هي مفيدة وهي يعني مهمة في الوقت نفسه. طيب بالنسبة اللي هو قلت سؤالي، قلت أن تعرض الدولة السعودية الأولى إلى حملات عثمانية عن طريق واليها على مصر بقيادة إبراهيم باشا، بقيادة من؟ إبراهيم باشا عن طريق عن طريق من وعن طريق واليها طبعا للقضاء على الدولة السعودية في عهد من؟ في عهد من؟ في عهد الإمام عبد الله بن سعود، نعم الإمام عبد الله بن سعود، في عهد الإمام عبد الله بن سعود، لأن طبعا يعني سعود بن عبد العزيز صح، سعود بن عبد العزيز بدات عنده تعرض لهذه الهجمات منذ عام 26 في عهد الامام سعود بن عبد العزيز، ولكن في عهد الامام سعود بن عبد العزيز وكان قائد اول حمله هو طوسون في عام 26، لكن قلت ان الدوله تعرضت الى حمله او ان محمد علي ارسل حمله
محمد علي والي على مصر رسل حمله بقياده ابن عفوا ابراهيم باشا للقضاء على الدوله السعوديه في عهد من؟ الامام عبد الله بن سعود، حيث ان حمله ابراهيم باشا وصلت الى ضواحي المدينه في عام 1231 بل الامام سعود العزيز توفي في عام كم؟ 1221. طبعا قدم الامام عفوا قدم ابراهيم باشا الى الدرعيه وتمكن من الاستيلاء على الدرعيه في عام 1233 هجريه 1818 ميلادي، يعني انتهت الدوله السعوديه. طيب طيب سؤال بالنسبة يعني يقول يعني هوجم لقد هوجمت الدولة السعودية الأولى يعني من قبل خصوم عدة، منهم من يعني منهم دهام دواس أمير رياض وأيضا عرير بن زين حاتم الأحساء أيضا الحسن بن ثبت الله المكرمي رئيس نجران، ويعني أيضا كذلك من قبل من محمد علي يعني أو محمد علي باشا أو الدولة العثمانية، يعني الدولة السعودية الأولى هوجمت ماذا؟ يعني من قبل عدة ماذا؟ يعني خصوم عدة منهم كما قلت أمير رياض هام دواس وحاتم الأحساء عرير بن زين في الذي يعني شن أو أرسل حاملتين ضد الدولة السعودية الأولى، الحملة الأولى في عام 1172 هجرية والحملة الثانية في عام 1178 هجرية. طبعا الحملة الأولى حدثت بينه وبين قوات الدولة السعودية لمعركة الحائر جنوب الرياض، معركة الحائر جنوب الرياض في عفوا الحملة الأولى في عام 1270 توجهت هذه الحملة الجبيلة ولم تتمكن هذه الحملة من دخول أو اقتحام الجبيلة، هذه الأولى. الثانية في عام 1178 يعني ان عرير بن زين ايضا توجه الى الدرعيه عفوا في الحمله الثانيه ولم يتمكن ماذا من دخول الدرعيه في هذه الحمله الثانيه. طبعا عفوا معركه الحائر هي بين قوات الدوله وبين قوات من؟ رئيس نجران الحسن بن ابي طلال المكرمي في عام 1172. طيب ايضا ايضا الدوله السعوديه الاولى عندما استولت على الرياض في عام 1187 كان من كان امير الرياض؟ من كان أمير الرياض لما استولت الدولة السعودية الأولى على الرياض في عام 1187؟ من هو أمير الرياض في تلك الفترة؟ الدولة السعودية الأولى لما استولت على الرياض في عام 1187 كان أميره هو من؟ هو أميرها من أمير الرياض هو من؟ هو دهام بن دواس، هو دهام بن دواس أمير الرياض. الدولة عندما الدولة السعودية الأولى عندما استولت على الرياض في عام 1187 كان أميرها هل هو مثل عثمان بن معمر أو تركي بن عبد الله أو دهام بن دواس أو غيره، اللي طبعا اللي الأمير أمير الرياض هو من؟ هو دهام بن دواس الذي يعني فر من الرياض في عام 1187 يعني يعني في حين نحن في يعني نظرا لي يعني تقدم يعني السن في السن وايضا لعدم استطاعه ماذا لمجابه الدوله السعوديه الاولى فهرب من الرياض في عام 1980 وتوجه الخليج ثم الى الاحساء. في ايضا تمكن الامام عبد العزيز محمد او تمكن يعني نعم الامام عبد العزيز محمد ماذا من او تمكنت قوات الامام عبد العزيز محمد من دخول الرياض دون قتال ومقاومه في عام 1980. ايضا يعني من ابرز امراء الخارج امير طبعا اليوم امير الدلم عند استيلاء الدوله السعوديه هو من؟ هو من زيد بن زامل، يعني ابرز امراء الخارج يعني عندما يعني الدوله السعوديه الاولى يعني توجهت للخارج بعد استيلاء الرياض، الدوله السعوديه الاولى لما استولت على الرياض اصبح الطريق ماذا ممهدا لها للتوجه الى وين؟ جنوب الرياض وخاصه مثل اقليم الخارج، وكان ابرز امراء اقليم الخارج هو زيد بن زامل الذي تمكن الدوله السعوديه الاولى من يعني دخول الدلم والاستيلاء على الدلم في عام 1199 هجريه. الدوله السعوديه الاولى ايضا يعني أقول أنها يعني الدولة السعودية الأولى يعني أرسلت الدولة السعودية الأولى أقول يعني أنها يعني أو ربما يعني أطرح أسئلة يعني مثلا يعني أيضا يعني من البداية سؤال متى قدم مانع مريدي من شرق شبه الجزيرة العربية؟ متى قدم مانع مريدي من شبه الجزيرة العربية؟ مانع مريدي يعني كان قلت او يعني اقول ان مانع مريدي هذا كان احد الزعماء السعود وكان مقيم في بلده تسمى بلده الدرعيه والدروب في الجزيره العربيه قبيل منتصف القرن التاسع الهجري، يعني ويعني في عام او في 850
قادمه مهن عن ريدي الى وين؟ الى المكان الذي انشا الدريه، الى قريبه اللي هو من بن درع في حجر اليمامه الذي طبعا واقطعه موضع رصيبه من الجديد، وانشا على هذا الموضع اللي هو مهن عن ريدي بلده الدريه. اذا الذي انشا بالدريه هو من؟ هو مهن عن ريدي. لماذا سميت الدريه بالدريه؟ نسبه وين؟ الى بن درع، او نسبه الى من؟ الى المكان الذي يعني الاحياء او التخليد او المكان الذي قدم منه بلده الدريه والدروب الشرق الجزيره الغربيه الذي قدم منه مانع عبيدي، ومانع عبيدي قدم على قريبه من ابن درع في جهه الرياض. او حج الامام وقال انه يكون في شمال الرياض، واعطى يعني ما ابن درع قريبه موضع غصيبه والمليبيد، وانشا على هذه الموضع اللي هو بمعنى مريدي مدينه او بلده الدرعيه في سنه 850 هجريه، اي في منتصف القرن التاسع هجري. اذا عاصمه واصبحت ماذا؟ الدرعيه هي ماذا؟ عاصمه للدوله السعوديه الاولى. اذا اقول اصبحت الدرعيه ماذا؟ عاصمه للدوله السعوديه الاولى. ما هي عاصمه الدوله السعوديه الاولى؟ هي ماذا؟ هي الدرعيه. سؤال، من هو مؤسس الدوله السعوديه الاولى؟ هو من؟ الامام محمد بن سعود. مؤسس الدولة السعودية الأولى هو من؟ الإمام محمد بن سعود، محمد بن سعود بن محمد بن مقرن. أيضا سؤال، لقد تميز عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بسمات أو بعدة سمات من أبرزها، أولا اتساع سلطة الدولة السعودية، سلطة الدولة ودخول الرياض في نفوذها، أيضا ضم القصيم وكذلك الأحساء، أيضا انتشرت الدعوة الصلاحية انتشارا كبيرا وأقبل الناس عليها بمختلف أنحاء الجزيرة العربية. أيضا كذلك اتسم يعني عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بقوة شخصيته وقدرته على مباشرة وتصريف شؤون الدولة وقيادة الحملات بنفسه. يعني اذا هذا اقول ما تميز به عهد من؟ الامام عبد العزيز محمد من ابرز يعني ماذا؟ ما تميز به ماذا؟ عهد الامام عبد العزيز محمد هو ماذا؟ هو يعني اقول انه ماذا؟ اتساع سلطه الدوله ودخول الرياض في نفوذ الدوله، وايضا القصيم وكذلك الاحساء القصيم في عام 1902 والاحساء في عام 2008 او 2010. ايضا انتشرت الدوله دعوه اصلاحيه انتشارا كبيرا واقبل الناس عليها في مختلف انحاء الجزيره العربيه. ايضا اتسم عهد الامام عبد العزيز محمد بقوه شخصيته وقدرته على مباشره وتصريف شؤون الدوله وقياده الحملات في نفسه. ايضا سؤال، من امراء الدرعيه، من امراء الدرعيه قبل قيام الدوله السعوديه الاولى، يعني تقول الدولة السعودية الأولى قامت عام 1930، أقول من أمراء الدرعية قبل قيام الدولة السعودية الأولى؟ موسى بن ربيعة بن وطبان، سعود بن محمد بن مقرن، زيد بن مرخان. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح؟ سؤال، من أمراء الدرعية قبل قيام الدولة السعودية الأولى؟ موسى بن ربيعة بن وطبان، سعود بن محمد بن مقرن، زيد بن مرخان. صح ولا خطأ؟ ها؟ قلت هذا سؤال، من أمراء الدرعية قبل قيام الدولة السعودية الأولى؟ موسى بن ربيعة بن وطبان، سعود بن محمد بن مقرن، زيد بن مرخان. صح الإجابة الصحيحة. نعم الإجابة صحيحة. هذول كانوا من أمراء الدرعية قبل قيام الدولة السعودية الأولى. حتى بل أيضا جزء ماذا يعني أن يعني أن الإمام محمد بن سعود يعني يعتبر جزء ماذا من حكم أو إمارة الدرعية، يعني أيضا كان كما قلت من أبناء الدرعية قبل قيام الدولة في عام 157. أيضا سؤال، حدث في عهد اتفاق الدرعية وتحولت الدرعية في عهده من إمارة إلى دولة، هو من؟ حدثت في عهده هذا الحاكم اتفاق الدرعية وتحولت الدرعية في عهده من إمارة إلى دولة، هو من؟ هو الإمام
محمد بن سعود. نعم ممتاز، محمد بن سعود هو الذي يعني حدث في هذه الفرقة الدرعية، وقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سنة 1150 هجرية إلى الدرعية، وحدث في تلك السنة اتفاق أو ميثاق أو بيعة درعية بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا على ضوء هذا الاتفاق قامت في المنطقة دولة جديدة هي الدولة السعودية الأولى في عام 1157 هجرية 1744 ميلادي. وبالمناسبة الميلادي لا تحفظونه، يعني احفظ اكتفى بالتاريخ الهجري في جميع يعني التواريخ التي يرد فيها تاريخين يكتفى بالهجري، لأن لو أتى سؤال في التاريخ سوف يرد السؤال بالهجري، ولن يعني في تاريخ يرد التاريخ في الهجري، يعني واذا يا سو بالتاكيد سوف ياتي اسئله فيها تواريخ، لان التاريخ بدون تواريخ ليس له فائده. فاقول ان التواريخ التي ترد في الاسئله ان شاء الله تعالى سوف ترد في الاسئله لو جاء في يعني التاريخ الذي سوف يرد في السؤال هو بالهجري، فلذلك ركزوا يعني يحفظ الهجري فقط بدل ما تحفظ أو يحفظ مثل حدثين عفوا تاريخين لحدث واحد مثل قيام الدولة السعودية الأولى، يحفظ مثل اللي هو 1157 هجري 1144 ميلادي يكتب بالهجري فقط. طيب إذا هذا بالنسبة لي. أيضا سؤال، كم عدد حكام الدولة السعودية الأولى؟ كم عدد حكام أو أئمة حكام أو أئمة الدولة السعودية؟ أربعة حكام صحيح، أربعة هم الإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز محمد والإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز والإمام عبد الله بن سعود، أربعة حكام. أيضا سؤال، يعد في الواقع عصره العصر الذهبي للدولة السعودية الأولى أو في عهده الأول، من هو اللي بيسأل؟ تفضل يسأل. سعود الكبير، نعم أحسنت أو أحسنتي، يعني لمن هو سعود الكبير، هو يعد يعني الإمام سعود بن عبد العزيز والحاكم الثالث، يعد عصره هو العصر الذهبي للدولة السعودية الأولى، الذي يعني في فترة حكم الإمام سعود بن عبد العزيز من عام 1218 بعد اغتيال والده الإمام عبد العزيز محمد حتى وفاة الإمام سعود في عام 1229 هجرية. أيضا سؤال، أنا قلت لكم يعني ما فيه يعني بالنسبة يعني فيه، أنا قلت لكم فيه يعني إذا كنت فيه يعني ليش إيش الكتاب تقرأ؟ أنا لا أقرأ من كتاب، أنا أقرأ يعني ماذا من يعني من أسئلة، ويعني ربما وضعتها ماذا من يعني من يعني يعني لهذه الأسئلة وضعتها ماذا من خلال اللقاءات المسجلة. وأيضا بإمكانكم أقول يعني بإمكانكم يعني التسجيل عليكم فيه مثل يعني في ما قلت لكم بأول محاضرة مذكرة يعني ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام، يعني تجدونها على الموقع www.imam1.com. طبعا من يكتب الأسئلة أنا بكتب الأسئلة، هم طالب يسلم الأسئلة إن شاء الله يعني خلال أسبوعين، فأنا اللي سأكتب الأسئلة، يعني ما من يعني بكتب الأسئلة، يعني هل يعقل إنه مثلاً يعني أنا مثل يعني أشرح المادة أو أتحدث أو يعني هذه قاتل ما يضع سؤال آخر، يعني الأسئلة أنا الذي سوف أطرح يعني سوف أضعها إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يعني يكونوا مطمئنين من هذا الجانب إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله المراجعة هذه تكون وين في النهاية، يعني الآن حنا إذا انتهينا إن شاء الله تعالى من ويش من يعني طرح يعني الأسئلة المهمة في يعني المنهج أو في المقرر، إن شاء الله تعالى يعني سوف يعني أقوم ب يعني ربما في اللقاء الثامن إن شاء الله تعالى أو في أواخر في آخر السابع والثامن أطرح ماذا يعني ربما يعني الأشياء المهمة وأركز عليها إن شاء الله تعالى، يعني في المنهج يعني عارف أنكم لستم متخصصين، ويعني فلذلك أنا على أطلع مثل الطالب أيضا ماذا بيفعل على الأقل من هذه المادة، ويعني تركيز بدا على يعني بعض ماذا يعني أهم الأحداث اللي ترى ونراها مهمة. أيضا اللي هو قلنا أيضا إذا سؤال، طبعا أطرح سؤال، لماذا ولماذا أو بماذا لقب الإمام سعود بن عبد العزيز، ولماذا لقب بماذا ولماذا لقب بماذا
بماذا لقب الإمام مسعود بن عبد العزيز ولماذا لقب الحاكم الثالث من حكام الدرجة الأولى؟ أحسنت أحسنت، هو لقب ماذا؟ مسعود الكبير، يعني ريم يعني أنه صحيح أنه لقب ماذا؟ مسعود الكبير، لأن الدولة، ولماذا لقب بماذا مسعود الكبير؟ لأن الدولة لقب ماذا بالكبير؟ لأن الدولة السعودية الأولى نعم ماذا؟ يعني وصلت في عهده إلى أقصى قوتها واتساعها. الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز الحاكم الثالث وصلت الدولة في عهده إلى أقصى قوتها واتساعها، فلذلك لقب ماذا بسعود لقب ماذا بالكبير أو سعود الكبير أو يعني ماذا سعود الكبير. وحيث أن بعد وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز أصيبت الجبهة العسكرية في الدولة السعودية الأولى بالضعف بعد وفاة الإمام مسعود بن عبد العزيز في عام 1220 هجرية، حيث أن الإمام عبد الله بن مسعود الذي تولى الحكم بعد والده، هو طبعا كان عالم وقائد، ولكن يعني وصاحب علم وصاحب علم وقائد، ولكنه يعني لم يكن على مسمع يعني مثل والده من حيث ماذا؟ يعني السداد في الرأي والصرامة فيما يتعلق بالأمور العسكرية. فلذلك أصيبت الدولة أو الجبهة السعودية الجبهة العسكرية في الضعف في عهد الإمام عبد الله بن سعود. لا، الدولة السعودية الأولى سقطت في عهد الإمام عبد الله بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الأولى عام 1233 هجرية، عندما وهذا سوف إن شاء الله أتحدث عنه في حين، عندما قام إبراهيم باشا بمحاصرة الدرعية في عام 1233 هجرية، ويعني ويعني سقطت الدولة في تلك السنة عندما قام إبراهيم باشا بمحاصرة الدرعية واستمر حصار الدرعية لأكثر من 6 أشهر. سقطت الدرعية في تلك السنة عام 1233 1818 ميلادي على يد إبراهيم باشا بن محمد علي 1233 هجرية. طيب أيضا سؤال، من أبرز التنظيمات الإدارية في عهد الإمام مسعود بن عبد العزيز هو ماذا؟ نظام التضمين. نظام التضمين، نظام ماذا؟ التضمين. ويعني نظام التضمين، ما المقصود بهذا نظام التضمين؟ نظام التضمين في عهد الإمام مسعود بن عبد العزيز، يعني ماذا أقول عن النظام ماذا التضمين؟ يعني أن الإمام مسعود بن عبد العزيز يقصد ماذا؟ يعني نظام التضمين، ماذا يقصد بنظام التضمين؟ يعني لكل أمع أحسنت، ها؟ نعم، المقصود بنظام التضمين الذي ماذا؟ يعني أن لكل أمير ناحية أو كل أمير بلدة أو شيء قبيلة، وأنه مسؤول أمام الحاكم أو أمام الإمام الإمام محمد، مسؤول مباشر عما يحدث في مثل في إقليمه أو في ناحيته أو جهته أو منطقته. لذا ساعد هذا كثير ماذا من استقرار الأحوال والقضاء على ما يعني ما أخل بالأمن في فترة حكمه، فترة حكم الإمام اللي هو الإمام من اللي هو الإمام من عبد العزيز بن محمد. طيب عفوا الإمام مسعود بن عبد العزيز، الإمام مسعود بن عبد العزيز، الإمام مسعود بن عبد العزيز، أقول من أبرز التنظيمات الإدارية في عهد الإمام مسعود بن عبد العزيز، سعود بن عبد العزيز، أنا قلت سعود محمد بالخطأ، هو سعود بن عبد العزيز. ما في واجبات عندنا، ما في واجبات عندكم 25 سؤال في إن شاء الله هذا الاختبار، كل سؤال عليه 4 درجات تختارون الإجابة الصحيحة. يعني السؤال هذا يأتي السؤال وتحته 4 إجابات، الأربع إجابات يعني يختار الطالب أو تختار الطالبة الإجابة الصحيحة، ما في لا تكليفات ولا في يعني شيء يعني من هذا القبيل. أيضا السؤال كان اللقاء الذي جمع بين الأمير محمد بن سعود والأمير يعني كان اللقاء الذي جمع بين الأمير محمد بن سعود والشيخ عبد الوهاب في الدرعية سنة كم؟ قلنا 1100 كم؟ قلنا كان اللقاء الذي جمع بين الأمير محمد أو الإمام محمد بن سعود والشيخ عبد الوهاب في الدرعية سنة 1157 هجرية،
اي نعم. طيب ايضا سؤال: من اسباب مهاجمة هامن دواس امير الرياض لمنفوحة، يعني ما هي الاسباب التي جعلت امير الرياض اللي هامن دواس يقوم هذا بمهاجمة منفوحة؟ اولا ان منفوحة ماذا اعلنت، ماذا انضمامها للدولة السعودية الاولى، يعني ان بعد اتفاق الدرعية والشيخ محمد الوهاب والدولة بقت ماذا، يعني طب يعني اخذت ماذا، يعني انها يعني انتهجت ماذا، ان احنا يعني اللي هو ماذا، يعني استخدم اسلوب ماذا، يعني اللي هو يعني اللين واسلوب ماذا، يعني الدعوة لانضمام الدولة، فمن يعني ومن فقام الشيخ محمد مراسله الدولة مراسل ماذا، بمراسل ماذا بعض مراسل، يعني مراسلة بعض البلدان القريبة من الدرعية، وانضمت بعض البلدان منها منفوحة وأيضا العيينة وأيضا حريملا انضمت الى الدوله. ايضا لما انضمت الدوله، عفوا حريم المنفوحه، طبعا المنفوحه هي جزء من الدوله، هي الان كانت في تلك الفتره بلده، والرياض بلده، الان اصبحت منفوحه حي من احياء الرياض القديمه. طبعا اقول اذا ان المنفوحه عندما اعلنت ولاها للدرعيه قامت هامن دواس الرياض بمهاجمه منفوحه. اذا هذا من اسباب مهاجمه هامن دواس من امير الرياض المنفوحه، ان امارتها ماذا من انصار الدعوه، وان امراء المنفوحه قد انتزعوا هذه الاماره من اسره التهام قبل 20 سنه. ايضا وقوع الرياض بين الدرعيه ومنفوحه، يعني وقوع الرياض بين الدرعيه ومنفوحه، يعني يعني هذه من اسباب يعني مهاجمه هامن دواس ماذا لي يعني 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 ان نغرب نقول يعني ربما يعني مثل الدرعيه ماذا انها ماذا يعني تجاوزت من الرياض الى وين؟ الى منفوحه. فيعني هذا اللي يعني جعل مثل يعني يقول هذه من اسباب مهاجمه هامن دواس للدرعيه، وكما قلت ان اولها ماذا هو ماذا اعلان ولائها لي او انضمامها للدرعيه او للدوله السعوديه الاولى. اذا هذا سؤال، اي سؤال واضح؟ سؤال: كم استغرق توحيد الدولة السعودية الأولى لنجد؟ الدولة السعودية الأولى كم استغرق توحيدها لنجد؟ ممتاز، أكثر من 40 سنة. الدولة كم استغرق توحيد الدولة السعودية الأولى لنجد؟ 40 سنة أو يعني 40 سنة أو أكثر. لماذا؟ يعني الدولة السعودية الأولى فقط منطقة نجد التي يعني قلت يعني ذكرت الأقاليم، أو يعني ما أدري ذكرت لكم الأقاليم تتشكل منطقة نجد، الأقاليم مثل قلنا العارض، واقليم مثل يعني مثل اقليم الخرج، واقليم وادي دواس والافلاج، واين كذلك الوشم والسدير، واين كذلك اقليم يعني القصيم وجبل الشمر، ويعني غيرها ايضا يعني حتى يعني هذه الاقاليم تقريبا 9 و10 تشكل منطقه نجد. يعني استغرق توحيد الدوله السعوديه الاولى لها اكثر من 40 سنه. والسبب في ذلك هو ماذا؟ لأن يعني ماذا، لماذا يعني الدولة يعني أمضت وقت كبير فقط في توحيدها لهذه المنطقة نجد، لم يعني تخرج خارج نجد. السبب في ذلك هو ما تعمق ماذا في نفوس أمراء يعني أمراء البلدان والأقاليم ماذا من نزعة استقلالية والشعور بالسلبية تجاه الوحدة، لأنهم يعتادوا ماذا الانضمام تحت راية الدولة أو واحدة أو دولة واحدة، لأن كانت وجدت الدولة ماذا مقاومة، بعكس الدولة السعودية الثانية. الدولة السعودية الثانية يعني استولت على او يعني اكملت ماذا يعني ضمها لنجد، يعني لم يتجاوز حد ما تقول عبد الله اكثر من سنتين، بينما الاولى اكثر من 40 سنه. اذا يعني ايضا سؤال: من اشد خصوم الدوله السعوديه الاولى في يعني في المرحله الاولى لتوحيد نجد هو من؟ هو من؟ ادهام بن دواس. ودهام دواس من اشد خصوم الدوله السعوديه الاولى، او من طبعا في المرحله الاولى لتوحيد الدوله السعوديه لنجد، هو دهام دواس امير الرياض. حين طبعا كانت دهام دواس من اشد خصوم الدوله، ويعني في المرحله الاولى، ويعني استمرت يعني يعني مواجهه دهام دواس للدوله السعوديه اكثر من ربع قرن، او يعني حوالي 70 سنه، يعني من عام 1950 لعام 1908 حتى تمكن الدولة ماذا من الاستيلاء على الرياض في تلك السنة كما قلت في عام 1980. أيضا سؤال: يعني إذا من أشد خصوم الدولة السعودية في المرحلة الأولى هو ماذا، هو نجد، هو من دهام دواس. أيضا سؤال: لقد تم توحيد نجد من قبل الدولة السعودية الأولى على يعني عدد يعني عدد من المراحل، كم هذه المراحل؟
المراحل التي استغرقت يعني الدولة السعودية 3 مراحل، نعم يعني الدولة السعودية الأولى يعني استغرقت لوحيدها ماذا لنجد 3 مراحل، يعني المرحلة الأولى من عام 1159 من منذ بدأت مواجهة الدولة السعودية لخصومها في عام 1980 عندما تحركت عسكريا، عندما قام الخصوم بمهاجمة الدولة خاصة محمد دواس الذي قام بمهاجمة المفوحة في عام 1959، حتى يعني هذه الأولى 1100 وكم 79 1172 1172 وهي ماذا؟ بداية ماذا؟ تدخل حكام الإحساء في شؤون الدولة السعودية الأولى. الفترة الثانية من عام 1172 هذه طبعا تقسيمات مؤرخين وتاريخية، الفترة الثانية من عام 1172 إلى 1187 أي من بداية دخل حكام الإحساء في شؤون الدولة السعودية وفي مهاجمة الدولة السعودية الأولى حتى عام 1187 عندما استولت الدولة السعودية الأولى على الرياض، حيث أن يعني دخول الرياض في عام 1187 يعد مرحلة جديدة ومرحلة يعني دخول أو دخول الرياض في تاريخ الدولة السعودية أو في استيلاء الدولة السعودية للرياض يعد ماذا؟ حدثا مهما في تاريخ الدولة السعودية الأولى. طبعا المرحلة الثالثة من استيلاء الدولة السعودية يعني من حيث انتهت المرحلة الثانية من 1780 1980 حتى 1202 هجرية أو مستهل القرن الثالث عشر الهجري، وفي هذا التاريخ في عام 1202 أو 1200 عفوا أو مستهل القرن الثالث عشر الهجري الدولة السعودية الأولى أكملت في هذا التاريخ استيلاءها على ماذا؟ على منطقة نجد كاملة هنا. طيب إذا هذا بالنسبة للمراحل. إذا سؤال أيضا يعني أيضا من سمات المرحلة الأولى من مراحل توحيد الدولة السعودية لنجد هو ماذا؟ سؤال من سمات المرحلة الأولى من مراحل توحيد الدولة السعودية الأولى لنجد هو ماذا؟ انضمام بلدات نجدية جديدة إلى الدولة السعودية الأولى، ومن أبرز تلك البلدات مثل الضرمة والشقراء. أيضا يعني ما هي أهم وأبرز سمات المرحلة الثانية من مراحل توحيد الدولة السعودية الأولى هي ماذا؟ تعرضها ماذا للتدخل الخارجي، المقصود ماذا من خارج نجد؟ من قبل حاكم الأحساء اللي هو غرير بن زين وصاحب نجران الحسن بن هبة الله المكرمي. إذا هذه في المرحلة الثانية الدولة السعودية الأولى، المرحلة الثانية من مراحل توحيد الدولة السعودية لنجد. يعني لا احد يقول بهذه المراحل ان التاريخ الدولي يعني يخلط بين الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه ومراحل توحيد الدوله السعوديه للنجد. بعض الطلاب قد يخلط بين مراحل توحيد الدوله السعوديه الاولى لمنطقه نجد وبين ادوار الدوله السعوديه الاولى، الدور الاول والثاني والثالث، يعني هذا يختلف. ادوار الدوله السعوديه المقصود بالادوار او الدول هي الدوله السعوديه الاولى والثانيه والثالثه، اللي الدوله السعوديه الاولى والدوله السعوديه الثانيه والدوله الثالثه. اما هذه احنا نتكلم عن منطقه نجد والدوله السعوديه الاولى واستيلاء على ماذا؟ على منطقه نجد. اقول ان يعني انه يعني من يعني من ابرز ماذا يعني او من ما او ما هي اهم او ابرز سمات المرحله الثانيه اللي من 1100 وكم و72 الى 1187، ما هي ابرز هذه السمات؟ هو ماذا؟ تعرضها للدخل الخارجي، المقصود كما قلت ماذا؟ من خارج نجد من قبل حاكم الاحساء اللي هو عرير بن زين الذي يعني استولى على السلطه في عام 70، وايضا او شن اول حمله في الدوله في عام 1270، وصاحب الهجران اللي هو حسن بن حبيب الله المكرمي عندما قام بمهاجمه الدوله السعوديه الاولى، وحصلت بينه وبين قوات الدوله السعوديه الاولى معركه الحائر جنوب الرياض في عام 1178 هجريه. طيب أيضا أيضا سؤال، متى توفي الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى؟ متى توفي الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى؟ عام كم؟ 1179 هجرية. ممتاز يعني أحسن. أيضا سؤال، من أبرز سمات المرحلة الثانية من مراحل توحيد الدولة السعودية الأولى نجد أن الدولة السعودية الأولى واجهت ماذا؟ ذلك كما قلت يعني تحدثنا عنه. أيضا سؤال، طيب إذا حيشوف يعني أيضا سؤال، لقد أرسلت الدولة السعودية الأولى
حملة سنة 1200 هجرية لإخضاع جبل شمر في شمال النجد بقيادة أمير بريدة، وهو من؟ هو جيلان بن حمد أو حسن بن مهنا أو زامل بن سليم أو طبعا محمد فاسد حسن جيلان بن حمد. ممتاز، هو يعني في جيلان بن حمد أمير بريدة هو الذي يعني أرسل في الدولة السعودية الأولى أو يعني تولى قيادة حملة، خرج من بريدة هو جيلان بن حمد أمير بن عليان، يعني خرج في عام يعني في عام 1200 هجرية من القصيم وتوجه جبل شمر، ولم يعد هناك حتى تمكن من إخضاع جبل شمر لحكم الدولة السعودية الأولى في عام 1201 هجرية. ايضا كان احد القاده الذين ارسلتهم الدوله السعوديه الاولى الى شمال شبه الجزيره العربيه للاستيلاء على وادي السرحان هو من؟ محمد بن معيقل، عبد المحسن بن علي او حسن بن مهنا او يعني او صالح بن مهنا. محمد موسى هو محمد بن معيقل، نعم. أين السؤال من الحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا كانت طبعا ضد الدولة السعودية الأولى، كانت بقيادة من؟ بقيادة من؟ وحنا بقيادة من يعني الوقت أنها من الحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا ضد الدولة السعودية، بقيادة من؟ توسون باشا، شريف حسين بن علي، خورشيد باشا، او يعني لا شيء ما ذكر. انا قلت انا لم اورد ابراهيم باشا. صح ابراهيم باشا هو يعني قائد الحمله يعني احدى الحملات، ولكن انا قلت توسون، السؤال ما ورد في ذكر من ابراهيم باشا. من الحملات في اسرة الدوله الثمانيه ضد الدوله عن طريق على مصر هي من؟ هو حمله بقياده توسون او شريف حسين او خورشيد باشا. اللي من هو توسون؟ طوسون باشا ابن محمد علي، طوسون باشا ابن محمد علي، اللي كانت حملة كما قلنا طوسون في عام 1226 هجرية التي يعني خرجت من مصر وتوجهت إلى وين؟ إلى حجاز، أو توجهت إلى وين؟ إلى ينبع، وتوصلت هذه الحملة عن طريق البر والبحر إلى ينبع، ومن ثم توجهت إلى ضواحي المدينة، وبدأ طوسون باشا ماذا في يعني مد نفوذه يعني ومواجهة الدولة في الحجاز. وطبعا الوقت يعني احنا طوفنا 5 دقائق عن الوقت، ف يعني ان شاء الله باذن الله تعالى نلتقي يعني الاسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.